يا صباح الخير على كل الناس اللي متابعانا. نهارك سعيد. حلقة جديدة يوم 15 أكتوبر، هنكون معاكم لمدة ساعتين. أنا وسارة. وصباح الفل يا سارة. صباح الخير يا عايده، وصباح الخير على كل الناس. ان شاء الله يا رب كده النهارده يعدي على خير، ما يكونش يا فيه رب. اي ازمات او اي احداث ساخنه على الساحه، لانه مش ناقصين او مش محتاجين اكتر من كده. عايزين نحل اللي فات ان شاء الله تعبنا النهارده. كمان اكشلي، يعني تعبنا. يعني انا يعني دايما بنقول ان كل ساعه والتانيه بنعرف اخبار جديده من الحاجات اللي بتحصل في او في اخبار جديده بتحصل. يعني نفسنا يبقى عندنا كده اسبوع ما فيهوش اخبار خالص. توجع القلب ساعات كده بجد. الدنيا لما تمشي هاديه، يعني يا رب، رغم ان احنا طبعا داخلين على انتخابات، فاكيد هيبقى كل يوم في اخبار، بس يا رب يا رب الدنيا تعدي على خير يا يعني. رب. وكمان النهارده هيكون معانا فقرات كتير، من ضمنها هيكون معانا فقره الصحافه، عشان تعرفوا كده النهارده معانا ايه اللي بيحصل في الدنيا والاخبار والموجوده في الجرايد النهارده بتقول ايه. صحيح. النهارده كمان في اخر اليوم هنبقى محتاجين نعرف من وجهه نظر مفكر سياسي وعضو مجلس شعب سابق، نشوف رؤيته لاحداث ماسبيرو، ونشوف كمان رؤيته، لانه اكيد كلنا متابعين انه مجلس الشعب اول ما الباب اتفتح الناس ترشح نفسها، الحزب الوطني والفلول يعني تم السيطره تقريبا على معظم الاماكن، دخلوا بكثافه شديده جدا في اول يوم في اعداد كبيره، وتاني يوم اعداد اكبر منهم، فمش عارفين ليه في الوقت اللي قانون غدر ما اتطبقش فيه. فيكون معانا المفكر جمال اسعد عبد الملاك عشان نتكلم تحديدا عن احداث الاسبوع اللي فات كده، ونشوف تقييمه ايه لاحداث ماسبيرو، للفتنه الطائفيه اللي بنتمنى ان احنا نتخلص منها، وكمان لمجلس الشعب القادم ان شاء الله. هو ليه كل ما الفتنة الطائفية تبدأ تهدى والأحداث تبدأ تنام، ليه بترجع تاني؟ أو يعني تعتقدي كده أنه في حد قاصد أن هو يرجع يعني نظرية المؤامرة اللي احنا دايما بنشك فيها، خصوصا الأوضاع دلوقتي مش مستقرة؟ تفتكري أنه في ممكن حد يكون ورا القصص اللي بتحصل يعني الفتنة الطائفية دي هي أكتر حاجة ممكن تكسر أي بلد؟ بصي، انا قابلت، انا بما اني بركب تاكسيات يعني، فقابلت سواق تاكسي من كام يوم، فبرضه بنتكلم عن الفتنه الطائفيه، وانا بحب انكش الناس كده اشوف يعني هيقولوا لنا عارفاك ايه. يا عايدة طبعا. طب ايه رايك، طب وانت شايف ايه، طب نعمل ايه وحاجات. فلقيت راجل بيقول لي والله انا مش فاهم، يعني احنا ازاي مش واخدين بالنا؟ قلت له مش واخدين بالنا من ايه؟ قال لي حضرتك لما حصلت احداث مسرح البالون بتاعت المسيحيين والمسلمين كان قبلها على طول حل المجالس المحليه، ولما حصلت الفتنه الطائفيه المره دي بتاعت ماسبيرو كان قبلها على طول بيتكلموا على ان هم هيطبقوا قانون العزل السياسي. هم ازاي الناس ما بتربطش الحاجات على بعض؟ طبعا انا في بالي جدا الكلام ده، بس اللي هو انبهرت ان هو ان الناس بدات، ما بقاش في ناس مش فاهمه خالص. هي دي بقى حاجة مبشرة، ودي طبعا حاجة حلوة جدا حاجه بجد، ان جميله. كل الناس عايزة تفهم، واحنا كمان عايزين نفهم اكتر. لسه ان شاء الله نحاول في برنامجنا نهارك سعيد ان احنا نقرب لكم وجهات النظر ونسترد لكم كده الاحداث بشكل موضح. هيكون معانا فقرة اسمها يلا نشارك، الفقرة دي لتمكين وحث النساء على استخدام مشاركتهم في الحياة السياسية، خصوصا بعد 25 يناير. هيكون فيها معانا الاستاذة لمياء لطفي عضو مؤسسة المرأة الجديدة، والاستاذ رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات والتدريب. وده الى جانب النهارده اليوم العالمي لغسل الايادي، نعرف تفاصيل يعني ايه، واكتشفنا ان حاجه بسيطه زي غسل الايادي ممكن تحمينا من امراض كثيره جدا. فالنهارده هنحتفل معاكم باليوم العالمي لغسل الايادي، ويبقى عندنا كمان فقره عن التصوير الفوتوغرافي، وهنشوف مصوره نشوف عينيها صورت ايه الفتره اللي فاتت. تبقى فقره صحافه. يلا يلا بينا نروح نشوف، نروح للفاصل اللي جاي ونرجع مره تانية عشان نبدا فقراتنا وفقره الصحافه.